بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنستعرض في الفيديو ده هو بعض الظواهر الفسيولوجية اللي بتصيب النبات، وفسيولوجي يعني بأثر في أعضاء النبات نفسها، تمام؟ فالمظاهر اللي قدامكم ده هي بتبقى ناتجة عن اضطراب فسيولوجي أو ظاهرة فسيولوجية أو مرض فسيولوجي، سميه زي ما تسميه، المسميات كلها واحد، تمام؟ انا عندي الظاهره دهيت الاولانيه دهيت بتسميها دي ظاهره بسموها السكندر جروث او النموات السنويه بالنسبه للدرانات بتاعه البطاطس، وانا الفيديو اللي بعده هشرح على سببها، لان الصوره دي جت لي النهارده اهيت برضو الصوره دي من عندي، بس الاولانيه كانت حقيقيه جايه من الارض نفسها. المرض الثاني ده وش القط او الكات فيس، وبيجي نتيجه ان درجه البروده قلت، البرودة انخفضت، فبالتالي الزهرة عقدت في ظروف غير مواتية، فظهر المنظر اللي عند حضرتك ده. هو هتلاقي عندك مرض التشققات بتاعت الطماطم بسبب برضو ان النمو الري كان غير منتظم، او التسميد الازوتي زاد. هتلاقي عندك مرض البلوسوم اندروت اللي هو اللي بتشوفه في الفلفل وفي الطماطم دهوت، وده بسبب نقص عنصر الكالسيوم بطريقه او باخرى، ما احناش فيها دلوقتي. كل الحاجات دهيت بيسموها ظواهر فسيولوجيه يا جماعه بتصيب النبات. طب يعني ايه يا جماعه مرض فسيولوجي؟ المرض فسيولوجي دهوت مجموعه من الامراض لا تسببها كائنات حيه متطفله، يعني لا الاكاروس سبب كده، ولا الذبابه البيضاء سببت كده، ولا الدوده القرده سببت كده، ولا دوده الاوراق، ولا دوده الثمار، ولا اي حاجه. امال ايه اللي سبب؟ اللي سبب دهوت نشأت عن تعرض النبات لظروف بيئيه غير ملائمه بتحدث خلل في وظائف أعضائه، أو ما يسمى باضطراب فسيولوجي، مما يؤدي إلى ضعف النباتات وانخفاض إنتاجيتها، تمام؟ بس خد بال حضرتك، بتختلف أعراض الإصابة بالأمراض الفسيولوجية حسب نوع المؤثر البيئي، تمام؟ حسب نوع المؤثر البيئي. المؤثر البيئي ده كان إيه؟ حصل إيه؟ حصل إن في صقيع، يبقى ابتدت الشمس كانت مش مظبوطة، الشمس علت. لو في صقيع حصل الكتفيس اللي عندك ده هوت، ان الثمره ابتدت يبقى شكلها كده، يبقى الكتفيس او طيب حصل ان ان ما عندكش نمو خضر كويس والشمس الحراره بتاعتها مرتفعه، هيحصل لسعه الشمس اللي انت بتشوفها في الفلفل، زي نقص الكالسيوم بالظبط، نقصت رطوبه التربه، حصل عطش، حصل زياده في نقص عنصر من العناصر زي اليوريا سميتها للنبات اتشقق، حصلت الملوحه بتاعت النبات عاليه فالنبات اتقزم، حصل سوء في التهوية، هوية عمل كل الحاجات دي يا جماعة دي سببها الأمراض الفسيولوجية، واللي بيقص اللي كل دي يا جماعة سببها العوامل البيئية اللي هي بتأثر في النبات نفسه، بتأثر في أعضاء النبات نفسه، وفي الآخر بتطلعه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده هو اللي ممكن ما يحصلش فيه إن النبات رديء، إن الإنتاجية ضعيفة، أو النبات رديء، القيمة التسويقية بتاعته مش مظبوطة. كل الحاجات دي بسبب الإيه؟ بسبب الأمراض الفسيولوجية. يبقى الأمراض الفسيولوجية بكل سهولة خالص معناها ايه؟ معناها ان ده النبات اللي حصل العرض او الاضطراب الفسيولوجي ده هو نتيجة ظروف بيئية غير مناسبة، زي الحرارة عالية، زي الحرارة منخفضة، زي الري زاد، زي الري اقل، زي زيادة عنصر، زي نقص عنصر. كل دي بنسميها ايه؟ بنسميها امراض فسيولوجية بسبب العوامل البيئية اللي أثرت في النبات، تمام، وطلعته بالمنظر اللي انت شفته في الفيديو ده هو خالص، وما سببش في القصة دي أي كائنات حية متطفلة زي الأكرس ولا العناكب ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها دهيت. بتمنى ان احنا نكون استفدنا وعرفنا يعني ايه مرض فسيولوجي. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.